أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة التي مضت عليه في السنين الماضية علما أنه صلى وعمره 22 سنة؟ نعم. هل يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات التي مضت عليه في السنين الماضية علما أنه صلى وعمره 22 سنة؟ ربما قصد أنه لم يكن يصلي قبل هذا السن، فما مضى قبل العشرين هل يقضى؟ الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة، ولا يقضي الصلوات التي تركها، تكفيه التوبة. نعم.